ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا آخر ما كان في تشجيع المنتخب المغربي النسوي. أبدعت نساء مغربيات كن حاضرات في المدرجات من أجل تشجيع المنتخب النسوي، وقد شجعنا بحماسة كبيرة عبر ترديد أهازيج شعبية. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية إلى الدور الرابع والأخير من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب فوزه على منتخب تونس 4-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط برسم إياب الدور الثالث من الإقصائيات. Hey!